تعلمتها وانا كان عندي 6 سنين فتعلمت نفسي وعلمت اخواتي وعلمت جيراني ورجعت علمت القرية بقى كان كل اللي خلص المدرسة من البنات يجي يتعلم يعني لما القرية كلها اتعلمت وبقت شغالة مع الحاجة كمان يعني اتعلمت انا عندي 6 سنين النهاردة بقى عندي 67 سنة الله اكبر يعني حباها يعني ومشتغله واحنا كده دلوقتي بنصدر بره بنشتغل القريه كلها بتشتغل والحمد لله شغاله وبتجيب ربح حلو ومش هبطلها خالص.